أهلا وسهلا بك يا عزيزتي المشاهدة. اليوم راح نسوي الأصابع المملحة المقرمشة، هذه اللي دا تشوفيها أمامك. هسه أشوف لك المقادير وطريقة العمل. اليوم نحتاج للأصابع المالحة المقرمشة بالسمسم، راح نحتاج لها 2 كوب طحين، أحتاج لها ملعقة طعام سكر، هذا ملعقة طعام أنا وضعته هنا. أحتاج نصف ملعقة صغيرة ملعقة كوب ملح، لأنه أنا عندي جبن البوك راح أستعمل فبي ملح، اعتيادي بملح. راح أحتاج 2 بياض بيض، فقط البياض، 2 بياض بيض. أحتاج 2 ملعقة طعام جبن البوك، أحتاج 1/2 كوب حليب وبيكنج باودر، أحتاج 1/2 خميرة، 25 غرام خميرة، وأحتاج 150 غرام زبد، هذا بحرارة الغرفة. راح أخلي الزبد هنا أول شيء، والسكر راح بعدين أضيف البيكنج باودر. راح أضيف الطحين للزبد وأبدي أخلطه. عزيزتي بعد ما خلطت الطحين مع الزبد مع السكر مع الملح، هسه راح أضيف له بياض البيض، بياض 2 بيض، أضيف له 2 ملعقة من الطعام جبن بوك أو أي جبن سائل عندك متوفر بالبيت، جبن مثلثات أو أي جبن سائل عندك متوفر بالبيت. ليش قللت ملح؟ لأنه دا أخلي جبن، فلذلك قللت الملح. هسه راح أخلط هذه المواد أيضا مع بعض، بعدين راح أضيف آخر شيء، راح أضيف الحليب والخميرة. هسه راح أخلي، طبعا فرغت الخميرة، نصف الخميرة اللي عندي 25 غرام خميرة فرغتها بالحليب وخلطتهم مع بعض. هسه راح أضيفهم على العجينة وعجنها إلى أن ما تصير عندي عجينة جاهزة، وأخليها أيضا البيكنج باودر لأن ما ضفته من البداية، راح أضيفه هسه 2 كوب بيكنج باودر. وراح أعجن. عزيزتي بعد ما انتهيت من العجينة، هذه اللي تشوفيها أمامك عجينة ملسة جدا، راح أغطيها بالنايلون وأتركها تختمر، بس يعني شوية مو كثير تختمر، بنص ساعة وبعدها. بالمناسبة قبل ما انتهي، أنا آسفة جدا لأنه هواية أرتبك ومرات أنطي مقادير خطأ، بس أنا أكتبها كلها صحيحة المقادير. فمن بديت بالعجن خليت 2 كوب طحين، بس 1 كوب أبيض و1 أسمر لمعلومة حتى تعرفين، لأنه أنا ما أستعمل طحين أبيض كله، لازم أخلط مع طحين أسمر لأن المفضل عندي الطحين الأسمر. هسه بعد ما اختمر عندي العجين، راح احتاج لدهن الأصابع المالحة، احتاج لها صفار بيضة واحدة، احتاج لها 1 ملعقة طعام ماء، 1 ملعقة طعام ماء، 1/2 ملعقة صغيرة يعني 1 ملعقة كوب، 1/2 ملعقة كوب سكر. المواد مع بعض، وأحتاج أيضا 1 كوب من السمسم. طبعا فرغت العجينة على سطح بطحين، عجينة هشة جدا، راح أقسمها إلى جزئين هكذا، خلي هذا الجزء هنا، الجزء الثاني أحاول أفتح العجينة على شكل مستطيل.
طبعا بعد ما فتحت العجينة بهذا الشكل مستطيل راح أدهنها بالبيض والشكر والمي اللي خلطة اللي سويتها. طبعا بعد ما انتهيت من دهنها بالبيض راح اخليها السمسم، اوزع السمسم عليها، واذا هو السمسم حسب الرغبة، اذا انت تحبين حبة سودة او زعتر او اي شيء غير السمسم فهو اختياري. بعدها راح اضغط على السمسم كله وراح اقطعها كلها بشكل متساوي نفس العرض هكذا. بعدين راح اخذها وحده وحده الفها بهذا الشكل. بهذا الشكل راح ألفها وحدة وحدة وأخليها بالصينية، أو راح ألف وحدة اللخة أيضا. عجينة هشة طبعا جدا هشة العجينة، هكذا ألف وحدة اللخة. هكذا استمر بلفهم كلهم واحدة ورا الثانية. طبعا مثل ما تلاحظون بعد ما اختمرت عندي هذه الاصابع المالحة راح ادهنها بالبيض مرة ثانية، لانه اكو جهات ما صار عليها البيض هالشكل. وشغلت الفرن درجة حرارة 180، راح اتركها خليها بالفرن على ما اشوفها نضجت، بعدين اطلعها واخليها هكذا. انتهيت من دهنها راح اخليها بالفرن. عزيزتي هو هذا الشكل النهائي والاخير الاصابع المالحة اللي سويناها هذا اليوم. بعد ما دهنتها بالبيض آخر شيء وخليتها بالفرن درجة حرارة 180، بس يعني ما حسبت الوقت، بس من شفتها نضجت صار لونها ذهبي أخرجتها من الفرن. بعدين جمعتهم الصينيتين بصينية واحدة ورجعتهم بالفرن مرة ثانية، وشغلت الفرن على 50 درجة الحرارة، تركتهم لمدة نصف ساعة في الفرن لأجل أن يغضون القرمشة، أن يعني ينشفون من الداخل. هي هذه وصفتنا للأصابع المالحة، إن شاء الله تعجبك وتجربيها، وشكرا جزيلا للمتابعة.